الثعبان. قبل عامين صور السائحون في رحلة في حديقة تشوبي الوطنية في بوتسوانا مشهداً لثعبان يهاجم غرير العسل، لكنه انتهى به الأمر إلى أن يكون ضحيته. حاول الثعبان الضخم خنق غرير العسل، لكن تم منعه من قبل ابن آوى عابر. وبينما كان الثعبان يطارد ابن آوى بعيداً، خفف من سرعته، وعلى الفور استفاد غرير العسل من هذا وأراد الانتقام من الجاني. حرر غرير العسل نفسه من قبضة الثعبان وانقلبت الأدوار. بدلاً من الهروب وترك فريسته لأبناء آوى، بدأ غرير العسل في مطاردتهم. ابن آوى الثاني عض غرير العسل. أظهر غرير العسل أسنانه الحادة وطبيعته العدوانية لأفراد ابن آوى ونجح في محاربتهم وجر فريسته.